وراه السات وراه السات معليش في إطار السياسة المنتهجة للمديرية العامة للحماية المدنية وبالتنسيق مع مديرية الصحة لولاية تندوف، نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية تندوف حملة تبرع بالدم شملت جميع موظفي ومنتسبي القطاع. تأتي هذه العملية من أجل دعم قطاع الصحة، وبهذه المناسبة أود أن أقدم نصائح لساكنة تندوف: الرجاء الالتزام بالتدابير والطرق الوقائية للحد من انتشار هذه الجائحة، وتبقى الحماية المدنية في خدمة الوطن والمواطن. تضامنا مع وزارة الصحة تبرعنا بالدم من أجل إخواننا اللي راهم مرضى، باش ربي إن شاء الله يشافيهم، باش كيف محتاجين يسيبوا هذا الدم نتاعنا يتيليزوه وإن شاء الله ربي يشافيهم. ساهمت في عملية تبرع بالدم، وهذا من واجبنا كما من واجبنا تقديم نصائح وتقديم أي مساعدات لأي محتاج. استجابة لطلب الحماية المدنية قمنا نحن مستشفى المختلط بتوفير شاحنة تبرع بالدم مجهزة بطاقم طبي وشبه طبي، ولاحظنا استقبال جيد ومن طرف الحماية المدنية، ونتمنى أن تكرر مثل هذه المبادرة للمؤسسات على ولاية تندوف، ونقول لكم من هذا المكان ابقوا في منازلكم، نحن هنا.